وللوقوف حول قطاع التكنولوجيا والرقمنة في الأردن ينضم إلينا معالي وزير الاقتصاد والريادة الرقمية أحمد الهناندة. مرحبا بك معالي الوزير. دعنا نتحدث في البداية عن مستهدفات الوزارة. ما هي مستهدفاتكم فيما يتعلق بالتوجه نحو العالم الرقمي وكذلك أيضا ريادة الأعمال، وما آخر التحديثات فيما يخص مبادرة المصدر الأردني؟ يسعد مساك أخوي، والله يعطيكم العافية وأشكركم على هذه الفرصة للقاء. وبداية بحب أتحدث عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهي الاسم الجديد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تم تغيير المسمى في 2019 لتكون وتوسعة مهام وواجبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مسمى الاقتصاد الرقمي والريادة، لتكون الممكن في عمليات التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في الأردن. فدورنا يتمحور حول البنية التحتية والتقنيات والمنصات الممكنة لعمليات التحول الرقمي، إلى جانب دورنا بخصوص السياسات والتشريعات الناظمة لعمليات التحول الرقمي والداعمة لعمليات التحول الرقمي، إلى جانب دورنا في الخدمات ورقمنة الخدمات وتسهيل توفير الخدمة للمواطن من خلال منصة خدمات مركزية، إلى جانب طبعا التعاون مع كافة المؤسسات والجهات في عمليات تبسيط الإجراءات. نعم. لتمكين عملية الرقمنة. معالي الوزير، تفضل. الدور الثاني اللي بنقوم فيه هو دور تمكين بيئة ريادة الأعمال بالأردن من خلال المحاور الرئيسية لريادة الأعمال، سواء كان تمكين الدخول للأسواق أو الوصول للمستثمرين أو الوصول لرأس المال أو البيئة التشريعية الناظمة لريادة الأعمال، إلى جانب توفير المهارات الكوادر البشرية المدربة القادرة على سد الفجوة ومواجهة الطلب. نعم. في قطاع ريادة الأعمال للموارد البشرية. تطوير الخدمات الحكومية ورقمنتها هو ضمن أهداف الوزارة. هل تمتلك الأردن البنية التحتية القادرة على ذلك؟ وما حجم سوق الرقمنة في الأردن؟ حقيقة البنية التحتية والحديث عن البنية التحتية بالأردن متقدمة وقادرة على دعم وتمكين عمليات التحول الرقمي في الخدمات، سواء كان على مستوى المؤسسات أو على مستوى البنية التحتية المشتركة الداعمة لعمليات التحول الرقمي. فيما يخص الميل الأخير وهو تقديم الخدمة بشكل رقمي للمواطن، هذا الجزئية اللي احنا عم نشتغل عليها. البنية التحتية ممكنة لهذا الشيء، سواء كانت البنية التحتية في قطاع الحكومي أو البنية التحتية في مجال اتصالات تكنولوجيا المعلومات الداعمة لهذا التوجه. أعلننا استراتيجيتنا منتصف هذا العام مع خطة زمنية وخارطة. نعم. طريق واضحة سيرى المواطن الأردني نتائجها خلال العام القادم، وراح يكون في تحول كبير في بوصلة التحول الرقمي بما يخص الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية. نعم. إلى المواطن الأردني بإذن الله. لا يمكن الحديث عن قطاع الرقمنة دون الحديث عن التجارة الإلكترونية. ماذا عن تطوير مجال التجارة الإلكترونية في الأردن، سواء عبر بوابات الدفع أو التسهيلات اللوجستية والتي يحتاجها هذا القطاع؟ الصراحة احنا سعيدين وفخورين بإنجازات الشركات الأردنية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، وهم من المشاريع الذين يقودون بيئة ريادة الأعمال في الأردن. دورنا من جهتنا هو تمكين نمو أعمالهم وتوسعهم ووصولهم لأسواق جديدة، إلى جانب حصولهم على الاستثمارات بما يخص المدفوعات الرقمية، وهذا من المحاور الأساسية لدعم المعاملات الإلكترونية، سواء كانت التجارة الإلكترونية أو أي نوع من أنواع المعاملات الإلكترونية. هناك جهود كبيرة قام فيها البنك المركزي الأردني في التحول إلى الدفع الإلكتروني،
وبناء منظومة دفع إلكتروني مميزة ومتكاملة. نعم. وكان في وفي إنجازات كبيرة في هذا المجال. من دورنا إحنا في الوزارة كمان عم نقوم بدعم هذه المنظومة بمنظومة أخرى خاصة بالقطاع الحكومي اللي راح تساهم في حل مشاكل اللي هي المدفوعات الصغيرة والمايكرو بيمنتس، وبنفس الوقت نوفر هذه المنصة للشركات الريادية والشركات الناشئة بحيث يستطيعوا أنهم يستخدموها بدون كلف إضافية كنوع من الدعم والمساندة. معالي الوزير، عذرا عن المقاطعة لضيق الوقت لدينا وكثرة المحاور، دعنا نتحدث بلغة الأرقام، كم يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع وأيضا ما مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؟ قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات سيدي تقريبا عم نحكي عن مساهمة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي. طبعا يقودها بالنسبة الأكبر قطاع الاتصالات. حجم الاستثمار الصراحة ما عندي الرقم أو الرقم المحدث للاستثمار بهذا القطاع، ولكن إذا ضمينا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عم نحكي عن أرقام تفوق المليارات في السنوات الأربعة أو خمس الأخيرة. كمان نرجع ونقول أنه قادها قطاع الاتصالات. نعم. وخاصة في استثماراتهم بالبنية التحتية والترددات، إلى جانب الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الريادة. وهذا صراحة ما عندي الرقم المحدث. نعم. اللي أقدر أعطيك إياه. وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن معالي الوزير أحمد الهناندة، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.